بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أعظم صور البخل هو أن يبخل الإنسان عن نفسه بالثواب، يبقى يتمكن من فعل طاعة ولكن هو كنتيجة الكسل لا يقوم بفعل ذلك الأمر. قلنا ممكن الإنسان يعني لا يأتي إلى دروس العلم كنوع من أنواع الكسل، نقول لا يعني هذا الإنسان نقول يقوم من الليل ولكن لا يقوم صلاة لرب سبحانه وتعالى، نقول يعني في بعض الأحيان الإنسان يقول أنا والله مش جاي لي نوم، أو نقول إنه هو أخذ يعني جرعة كافية من النوم فقام بالليل لكن مع ذلك لا تراه مصليا، يا ترى إيه السبب؟ نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الكسل. قلنا الهدف لما ما يكونش واضح والقضية لم تكن واضحة والطريق لم يتضح للإنسان، فاعتقد أنه هو هيهدر هذه الأوقات، يهدر هذه الأوقات واللحظات. قلنا هو في الحقيقة يعني مهدر لعمره الذي هو منحنا إياه ربنا سبحانه وتعالى. يقول بذلك الإمام القطبي رحمه الله: جواز أن يقتدي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه. قال جواز أن يقتدي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه. قال: وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنسه، وذلك لأن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزم له. ثم أطلق الإذن في أن تأخذ ما يكفيها وكفاية ولدها من ماله. قال: يدل على ذلك وصحة قولها أن أبا سفيان رجل شحيح أنه لا يدخل على بيتي أو لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي. يبقى نقول في أمور يعني تحتاج إليها في طعامها أو في شرابها أو في كسوتها وهي والأولاد، ولكن مع ذلك هو رجل شحيح ممسك، ولكن كما بينا يبقى لما تأتي المرأة تقول أن زوجها شحيح أو ممسك يبقى على ذلك نقول لا صفي لنا ذلك الأمر. قلنا لأن ده توصيف، هي أطلقت الحكم من خلال ما ترى، ولكن ده توصيف، عسى أن تكون مخطئة في توصيفها، عسى أن تكون مخطئة في توصيفها، وبالتالي لا يعني تكون الفتوى بناء على ما قدم ذلك المستفتي من مصطلح إلا حتى نقف أن معنى ذلك المصطلح فعلا معنى صحيح. قلنا حتى لا نحكم للناس يعني بمجرد أن هو أطلق أنه هذا رجل شحيح، نقول الله يصف لنا البخل، نقول لا يصف لنا ذلك البخل، نقول عسى ألا تكون فعلا نوع من أنواع البخل، لكن ده توصيف السائل، هذا هو توصيف السائل. فبننتبه أن لأن دي فتوى حينبني عليها أعمال، يعني فتوى حينبني عليها تطبيق، فلا بد أن تدقق في ألفاظ الفتوى وتقف على معاني تلك المصطلحات التي تقدمها المرأة أو التي يقدمها ذلك المستفتي في المسألة. يقول الإمام القطبي رحمه الله: جواز أن يقتضي الرجل حقه من مال عنده رجل له عليه حق يمنعه منه. يبقى نقول والله فلان ده مدين لفلان بكذا ولكن جحد الدين أو جحد هذا المال، جحد هذا المال، نقول والله لو توفرت الأمور وتداعت هذه الأمور أن أتمكن من أخذ ذلك الحق من مال كان تحت يدي، يبقى لا حرج أن تأخذ ذلك الحق الذي لك على فلان، لا حرج أنك أنت تأخذ ذلك الحق الذي لك على فلان. وبالتالي لما قال لها خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، حقها، يبقى حق المرأة في النفقة عليها، يبقى هذا حق للمرأة في مال زوجها أن ينفق عليها النفقة الواجبة، فإن منعها ذلك جازت أن تأخذ ذلك الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى دي المسألة التي استند عليها العلماء في جواز أن الإنسان أن يأخذ ذلك الحق الذي له على فلان إن منعه فلان ذلك الحق، فكان تحت يده هذا المال لفلان فجاز أن يأخذ ذلك الحق دون أن يرجع إلى فلان. قال بغير إذن، فقلنا معنى كده أنه أخذ ذلك دون الرجوع إلى أبي سفيان رضي الله عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف بالقدر الملائم. قلنا قدر الملائم بما جرت به العادة، بما جرت به العادة، وبالتالي نقول أن النفقة
تختلف، نقول من بيئة إلى بيئة، من أسرة إلى أسرة أخرى، يبقى خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى كلمة المعروف اللي هي ما جرت بها العادة في مسألة النفقة. قلنا بيختلف طبعا رواتب الناس بتختلف، مكاسب الناس بتختلف، وبالتالي نقول ان هذه النفقة في ذلك البيت تختلف عن النفقة في غيره. يبقى المعروف هنا غير المعروف هنا، العادة في النفقة هنا غير العادة في النفقة هنا. يبقى خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، يبقى لا يتعدى ذلك القدر. وبالتالي يبقى انت في الحالة دهية يبقى كأنك الحكم في المسألة، الحكم في المسألة. نقول يا ترى ايه القدر الكافي في ذلك؟ وطبعا المسألة ابناها على تقوى الرب سبحانه وتعالى، يعني نقول ان هي المسألة مش مطلقة ولكنها مقيدة، انها لا تأخذ قدرا فوق ذلك او فوق هذا المال او فوق ذلك المعروف او فوق هذه العادة في النفقة. يبقى نقول لو سمح او اذن لها الشارع ان تأخذ من مال زوجها بغير اذنه بالنسبة لاستكمال النفقة الواجبة، يبقى بقدر نقول ما جرت به العادة لا تتعدى. يبقى الاذن ده مش اذن مطلق ولكن حتى درجة الكفاية، حتى درجة الكفاية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا شك الإنسان في هذه المسألة بيتعامل مع ربي سبحانه وتعالى، يتعامل مع ربي سبحانه وتعالى، وأنت أمين على نفسك وأنت أمين على دينك. ينبغي أن الإنسان طبعا أن يكون أمين على نفسه وأمين على أيضا دينه، فأنت أمين على نفسك وأمين على دينك، وبالتالي لا تتعدى ذلك الحد المطلوب. قلنا يبقى والله هو فلان ده مدين لي بمائة جنيه، يبقى لا أخذ أكثر من ذلك. بنقول بمائتي جنيه لا نأخذ أكثر من ذلك. إيش معنى كده؟ أن أنت تأخذ بغير إذنه، يبقى لك أن تأخذ ذلك المال بما يحلو لك، ولكن بالقدر ما درت به العادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يبقى قال لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: وسواء كان ذلك من جنس حقي أو من غير جنسه. يبقى قال أنه إن كان من جنس حقي أو من غير جنسه، وبالتالي على ذلك إن كان لا يقوى على أن يستوفي ذلك الحق من نفس جنس المال، يبقى نقول أنه يأخذ من جنس آخر ويقوم، أو أن هو يبيع ذلك المتاع لكي يأخذ ذلك الحق. نقول والله عايز منه 100 جنيه لكن لم يتوافر تحت هذه إلا مثلا متاع، أي صورة بقى من صور المتاع، فعلى ذلك ممكن تقوم، دي مسألة. الأمر الآخر هو تباع ثم نقول يأخذ ذلك الحق، إن زاد ذلك الأمر يرد إلى صاحبه. يبقى نقول على حسب الأمر الواقع تحديده. نقول والله عايز منه 100 جنيه وقع تحديده مثل الخاتم من ذهب، يبقى في الحالة دي يأخذ حقه ازاي؟ يبقى كيف يأخذ الحق؟ والله هيقوم لو ساوى هذا المبلغ يبقى انتهت القضية، لو لم يساوي المبلغ ده كان أكثر بكثير يبقى يباع يأخذ الحق ثم يرد الباقي إلى صاحبه، يرد الباقي إلى صاحبه. يبقى ده نقول هذه مال، يبقى يأخذ مال ولكن لم يجد مال، يبقى أي شيء يقوم ونقول تمكن منه يبقى يقوم بهذه القيمة، ساوى القرض نقول والله أخذه، لم يساوى لكن كان أكثر من ذلك القيمة يبقى يباع ثم يأخذ الحق ثم يرد الباقي إلى صاحبه. ثم ذكر رواية أخرى عن يوسف رحمه الله قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغلطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثلها. قال: قلت اقبض للألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فيا ترى هل دي بتنطبق على هذه المسألة ولا ما هو توجيه هذا الكلام؟ فقال في الرواية الأولى قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغلطوا
يبقى كان ده وصية على أيتام، وبالتالي طبعا الوصية على مال اليتيم بيبقى يدقق طبعا الحساب والنظر في مال اليتيم بما يعود عليه بالمصلحة، وبالتالي معلوم أن ذلك الوصي يدفع المال إلى الأيتام متى وصلوا إلى سن النكاح وآنس منهم رشدا. الرشد قلنا هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال. يبقى لا يدفع أو لا يدفع الوصي مال اليتيم إلى اليتيم لما يصل إلى الحلم إلى البلوغ إلا بعدما أن يأنس منه رشدا، لازم يكون يجرب وأنه فعلا بيحسن التصرف في المال، لأن الشرع أساسا جعل ذلك الوصي على مال اليتيم لأن اليتيم لا يستطيع أن يتصرف في المال بما يعود عليه بالمصلحة أو بالحسنة، فكان هذا الوصي. قلنا الوصي قلنا على ذلك يقوم بالاتجار مثلا في مال اليتيم بما يعود عليه بالمصلحة، يستثمر ذلك المال بما يعود بالمصلحة على اليتيم، وبالتالي لما بيصل لسن البلوغ عند ذلك حيدفع له المال، لكن الشارع اشترط ألا يدفع له المال إلا بعدما فعلا نعلم أنه يجيد التصرف في المال، يحسن التصرف في المال. قلنا حتى لا نقوم بحفظ المال لهذا اليتيم حتى إذا بلغ سن النكاح دفعنا له المال نقول أصرف ذلك المال أو أنفق ذلك المال فيما لا يعود عليه المصلحة. فعشان كده يعني مش مجرد وصل سن البلوغ، لكن نقول حتى يعني نرى منه حسن التصرف في المال، فلذلك نقول أنه دفع إليهم الأموال لما بلغوا الحلم وآنس منهم ذلك الرشد فغلطوا بألف درهم، غلطوا بألف درهم، يبقى في الحساب أخذوا ألف درهم بغير وجه حق. يقول في ذلك فأدركت لهم من مالهم مثلها، فقال قلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك، يبقى حقك هو والله احنا تمكننا منه فلك الحق انك تأخذ ذلك المال الذي غلطوك فيه. فقال لا، يعني رفض انه يأخذ ذلك المال، وقال حدثني ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني الوقوف عند حدود يعني هذه الروايات، وبالتالي نقول يضحي بالمال يضحي بالدنيا ولكن لا يضحي بالدين، إنسان يضحي بالدنيا ولكن لا يضحي بالدين. قلنا يكفي كده أن هذه الرواية يعمل بها الإنسان، وذكرنا قبل ذلك قصة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وكيف فعلا قام بما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، قلنا حتى أضر بدنيا كما قال الإمام النووي رحمه الله. وبالتالي يبقى إحنا دايما كده يبقى أن الإنسان بيبتلى بأمثال هذه الأمور، وبالتالي حنشوف والله حيعمل بطاعة الله عز وجل ولا نقول عند ذلك حيغمض العينين عن النصوص. قلنا في بعض الأحيان بيغمض الإنسان العينين عن النصوص لأنه هو نقول لو تعامل مع النص يبقى في ظن كده حيضيع منه الدنيا، حيضيع منه ذلك المال، حيضيع منه ذلك المتاع، لكن نقول ضياع الدنيا ولا ضياع إيه؟ الآخرة، ضياع الدنيا ولا ضياع الآخرة، أهم الإنسان دايما إلى الآخرة، همنا يبقى إلى الآخرة. قلنا حتى لو ضاعت الدنيا نقول الدنيا إلى زوال، قلنا يعني حتى لو ملك الإنسان الدنيا بحذافيرها فهو إلى فوات إلى زوال، ونقول القصص يعني القرآني يعني ذكر لنا عن نموذج من كنعان عن فرعون عن قارون ملك الدنيا، وبالتالي أين ذهبوا أين ذهبوا فين بقى العقبة فين، نقول يعني نهاية المطاف كبوا على وجوههم في النار كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، على الرغم أنهم حازوا الدنيا بأسرها. وطبعا قصة قارون كيف أن أهل الدنيا كانوا يتطلعون إلى قارون وإلى هذه الزينة التي كان على قارون هذا المال وهذا الغنى، ولكن نقول أين قارون، خسف الله عز وجل به وبداره وبكنوز الأرض، وبالتالي نقول دائما كده تنظر إلى الآخرة، نضحي بالدنيا لأجل الآخرة لكن لا نضحي بالآخرة من أجل هذه الدراهم. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فلذلك قال لا، رفض أنه يأخذ ألف جنيه قال أو ألف درهم، قال إني حدثني أبي أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كذلك رواية تالية كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول في ذلك حاصل الكلام أن الأمانة لا تخن أبدا، لأن صاحبها إما أمين وإما خائن. بل لو إنسان استودع عندك مال، يعني إما أنك أنت أساسا أمين، وإما أن هيكون الإنسان خائن، إما أن يكون أمين وإما خائن، وعلى التقديرين لا تخن. يعني طبعا هنا الأصل وعدم خيانة الأمانة. يبقى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى اعلم كده، خلي بالك، خلي بالك من الدنيا. ولذلك: لا تخونوا الله ورسوله، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى الأمانة، قلنا المسلم يوصف بالأمانة لا يوصف بالخيانة، يوصف بالصدق لا يوصف بالكذب. يبقى نقول هذه الخصلة، خصلة الكذب أو الخيانة، نقول تنتفى تماما عن المسلم، تنتفى تماما عن المسلم. ولذلك قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وأتمنك على ذلك، إحنا لما نيجي بنقرأ كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن كفار قريش يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يضعون عنده الأمانات. ولذلك نقول أنه وكل علي رضي الله عنه أن يرد هذه الأمانات. قلنا عن رغم أنهم بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا قرار بقتله، ولكن على ذلك هو أمين، وبالتالي كان يعرف بأنه الصادق الأمين. قلنا قبل أن يبعث نبيا ورسولا إلى القوم كان يعرف أنه هو الصادق الأمين. قلنا ده خصال ينبغي أن يشار على المسلم بها، يبقى أنك أنت صادق وإنسان أمين، وبالتالي الأمين لا يخون. وكذلك أيضا نقول أن تؤدي تلك الأمانات، أن تؤدي تلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فحاصلوا الأمانة لا تخان أبدا، أن صاحبها إما أمين وإما خائن. وقال جوز آخرون فيما هو من جنس المال أن يأخذ منه حقه، بأن كان له على آخر دراهم فوقع عنده له دراهم، يجوز له أن يأخذ حقه، لا إذا وقع عنده دنانير. قلنا البعض قال إن هو هيأخذ الحق، كما بينا كلام الإمام الخطابي قال: سواء كان ذلك من جنس حقي أو من غير جنسي. يبقى قال: سواء كان ذلك من جنس حقي أو من غير جنسي. ولذلك هنا يقول قال: وجوز آخرون فيما هو من جنس مالي أن يأخذ منه حقه، وبأن كان له على آخر دراهم فوقع عنده له دراهم، قال: يجوز له أن يأخذ حقه، لا إذا وقع عنده دنانير. يبقى مغير لا، يبقى نقول والله عايز يبقى جنيهات، يبقى يأخذ، نقول هذه الجنيهات. وقع عنده مال آخر، نقول لا. يبقى ده على قول من قال أن يأخذ من جنس حقه لا يأخذ من غيره، يأخذ من جنس حقه لا يأخذ من غيره. وقال البعض: قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوج أبي سفيان حين اشتكت إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، قال: فكذا رجل يكون له على آخر حق فيمنع إياه، فلو أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله أو بالقيم، حتى يجوز أن يبيع ويستوفي حقه من ثمنه. يبقى نقول يبقى طالما الحق وقع تحت يديه جاز أن هو يأخذ ذلك الحق، سواء بقى كان من جنس حقي أو من غير جنسي. لو كان من جنس حق هيستوفي، الله عايز 100 جنيه وقع تحت يده 1000 جنيه هياخد منها 100 جنيه، لكن هو عايز منه 100 جنيه وقع تحت يديه، نقول ثياب مثلا أو أثاث أو أي صورة من الصور، يبقى عند ذلك نقول هذا ليس من جنس حقي، لكن جاز أن يستوفي ذلك الحق، جاز أن هو يستوفي ذلك الحق. وأن حتى لو باع واستوفى الحق ثم ما زاد من ذلك المال رده على صاحبه. يبقى هنا كما قال الإمام الخطابي رحمه الله جواز أن يأخذ ذلك الحق سواء كان من جنس حقي أو من غير جنسي. ولذلك في هذه المسألة قال حديث: أدي الأمانة إن ثبت لم يكن الخيانة ما أذن بأخذ أو ما أذن بأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الخيانة إذا أخذ بعد استيفاء الدراهم. يبقى أدي الأمانة إلى من ائتمنك، يبقى نقول يا ترى دي خيانة
يبقى لو وقع كده تحت يدي مال أو استودع ذلك فلان المال عند هذا الرجل يبقى لا نأخذ ذلك الحق. هل يا ترى دي خيانة خيانة للأمانة؟ قال لا، يعني هذه ليست بخيانة للأمانة أن أستوفي ذلك الحق. قال هذا ليس بخيانة للأمانة، يبقى أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هو مش هياكل باقي المال ولكن أأخذ منه ذلك الحق. لذلك قال حديث أدي الأمانة إن ثبت لم يكن الخيانة ما أذن بأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أذن الشارع لك أنت تأخذ الحق ده، فدي ليست بخيانة، هذه ليست بخيانة، وإنما الخيانة إذا أخذ بعد استفاء الحق، بعد ما استوفى الحق يبقى دي خيانة للأمانة. أما المسألة فهو أخذ ذلك الحق الذي له، فليست عبارة عن خيانة للأمانة. قلنا لأن الشارع أذن في ذلك، الشارع أذن في ذلك أن تستوفي ذلك الحق الذي عليك الذي لك على فلان. قلنا لو جحد هذا الأمر وتمكنت من أخذ ذلك الحق بغير إذنه يبقى نقول لا حرج في ذلك الأمر، لأن الشارع نبه وأذن في تلك المسألة. قال ولا تخن من خانك. قال الشوكاني رحمه الله في دليل أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله، فيكون مخصصا لعموم قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو فمن اعتدى وجزاء سيئة مثلها كما قال ربنا سبحانه، ويعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دائما كده العدل في مسألة القصاص أو استيفاء الحقوق. قال ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة. قال فلا صح الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا يجوز لمن تعذر على استفاء الحق، قال حبس حق خصمي على العموم، إنما صح الاستدلال به على أنه لا يجوز الإنسان إذا تعذر على استفاء الحق أن يحبس عنده وديعة لخصمي أو عارية، أن الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية وليس محل النزاع من ذلك. يبقى أدي الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك. هل يا ترى دي خيانة؟ لا، هذا استفاء حق، هذا فيه استفاء الحق وليست عبارة عن خيانة للأمانة، ليست عبارة عن خيانة للأمانة، هذا حقي، منعني فلان هذا الحق، فنقول لو وقع مال لفلان تحت يدك يبقى جاز أن تأخذ ذلك الحق، تستوفي ذلك الحق وليس فيها خيانة للأمانة، ليس فيها خيانة للأمانة، لكن خيانة الأمانة هو أن تجحد هذه الأمانة التي لفلان عندك، ده خيانة الأمانة، هو أساسا أن تجحد هذه الأمانة التي لفلان عندك. يبقى ده معنى الكلام أدي الأمانة من ثمنك ولا تخن من خانك، لأن الشارع أذن أن نأخذ ذلك الحق بغير إذن من الجاحد. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في قبول الهدايا. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يوم هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقافيا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يوم هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقافيا. بيذكر هنا في مسألة قبول الهدايا، وكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يبقى الهدية لما كانت بتهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الهدية ثم كان يكافئ عليها، كان يثيب عليها أي يكافئ عليها بأفضل منها، وده هذا من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك كان يثيب عليها كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يثيب ما هو خير منها. نقول هذا من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم كما قال وكما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. قال قد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية،
يبقى قال استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية. يبقى هدية لازم يبقى لها مقابل، لابد أن يكون لها مقابل، ده على استدلال بعض المالكية. قالوا استدلوا بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية، يبقى ده كهدية يبقى وجوب كده أن تثيب هذا الإنسان على الهدية، أنك أنت تكافئ فلان على الهدية. ولكن العلماء لهم توجيه، إن كانت هذه الهدية من الفقير الغني نقول أن الغني يثيب ذلك الفقير عليه، إن كانت من الأعلى الأدنى فإنه يدفع هذه الهدية ولا يريد أن يكافئ عليها. قالوا التوجيه أن لو كانت من الأعلى للأدنى يبقى نقول أنه هو أساسا هدية لا يريد لها مقابل، لو كانت من فقير لغني قالوا يبقى هو يعني يثاب على ذلك أو يكافئ على ذلك. قال وجه الدلالة من قول البعض بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغاضب على ذلك، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كان يقبل الهدية ثم يثيب عليها يكافئ عليها بما هو خير منها كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبالتالي البعض قال عن وجوب المكافأة على الهدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك. قال ويجب أن مجرد الفعل أدل على الوجوب، ولو وقعت المواظبة يبقى نقول مجرد الفعل كده لا يدل على الوجوب. إمتى الفعل يدل على الوجوب؟ لو كان تفسير لأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني صلي، خذوا عني مناسككم، يبقى بالتالي نقول المناسك دهيت، يبقى احنا هناخد نقول هذه هذا فعل واجب، ونقول هذا فعل هذا ركن أركان، نقول على الرغم انها افعال لكن الفعل ده كان تفسير لقول. وغير لما يكون فعل يبقى هذا الفعل نقول بمجرده لا يصلح ان هو ان يكون على الوجوب، ان احنا نقول الحكم فيه ان هو على الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. وإلا حنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر سفرا ولا حضرا، يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، ولكن نقول الوتر إيه؟ الوتر أساسا على الاستحباب والندب وليس على الوجوب. استدل بذلك العلماء على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، وما كان يؤدي الفريضة على الراحلة، فلما أدى صلاة الوتر على الراحلة استدلوا بذلك على أنها مستحبة، على أنها مستحبة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الفريضة على الأرض لا يؤديها على الراحلة، فلما أدى الوتر على الراحلة استدل بها العلماء على أنها مسنونة، على أن الوتر مسنون ومندوب وليس على الوجوب. قلنا على رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول ما ترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، ونقول ورد روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر، يعني قال أوتروا قبل أن تصبحوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن كل دي هتحمل على الندب والاستحباب وليس على الوجوب. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداها على الراحلة وما كان يؤدي الفريضة على الراحلة، فلذلك قال مجرد الفعل يدل على الوجوب ولو وقعت المواظبة، ولو وقعت المواظبة. وذهب جانب العلماء أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع مجهول، ولأن موضوع الهبة التبرع، موضوع الهبة أساسا هو أساسا التبرع، وبالتالي قالوا ان الهبه للثواب باطله لا تنعقد لانها بيع مجهول. يعني نقول كده لو انسان اهدى الى اخر هديه قلنا بغرض ان هو يثيب عليها يكافئ عليها، يبقى ده قالوا ده زي البيع المجهول، هذا كالبيع المجهول، وطبعا هذا لا يجوز، فقالوا كذلك الهبه للثواب باطله لانها صوره من صور البيع المجهول. قالوا الهبه للثواب باطله تنعقد لانها بيع مجهول، يبقى كانه عم يديله ديت مقابل انه يديله حاجه ثانيه. قالوا يديله، يبقى ترى هنا فين العوض؟ فالعوض أنا مجهول لم يتفق عليه. فلذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله بالجديد، وذهبت كذلك الحنفية لأن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع مجهول، ولأن موضوع الهبة
التبرع، موضوع الهبة التبرع. ثم ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدي إلا أن يكون مهاجريا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقافيا. يبقى كان هذه الرواية السبب فيها أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها 6 بكرات فتسخطها، يبقى أخذ كده بكرة بعير كده فتين، وبالتالي المقابل عوضه عنها دفعوا عليها 6 بكرات. قال فتسخطها، يعني شافها كده يبقى المكافأة على الذي بتاعته قليلة، نعرف أنه أهدى بكرة ده أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 6 بكرات فسخطها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله أثنى عليه، ثم قال أن فلانا أهدى لي ناقة فعوضت منها 6 بكرات فظل ساخطا: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقافي أو دوسي. طبعا فيها ده منقبة لهؤلاء على أساس أنهم يدفعون أو يهبون هذه الهبة، يعني دون أن ينتظرون المقابل، أي دون أن ينتظرون المقابل. ولكن في هذه المسألة نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض ذلك الرجل ويدفع، يقول هل رضيت؟ يقول لم أرضى. قلنا حتى وصل إلى ذلك الأمر، لذلك قال بعض العلماء أن المهدى إليه يكافئ على هدية حتى يرضى المهدي، حتى يرضى المهدي، فقالوا لغاية لما يرضى. وبالتالي قالوا يبقى في الحالة دي الهدية المكافأة والثواب، الهدية المكافأة والثواب. والبعض كما بينا قال وجوب المكافأة على تلك الهدية، نقول الحد الغاية فين؟ قالوا حتى يرضى ذلك المهدي، إذا حتى يرضى ذلك الذي أهدى الهدية أو أهدى هذه الهبة إلى الرجل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الرجوع في الهبة، ذكر جملة من هذه الروايات، منها رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته قال كالعائد في قيئه، قال العائد في هبته قال كالعائد في قيئه. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.